باكورة تفضل عندكم وجهة نظر. شنو منتو تعال؟ اي اطلع اطلع. حلو 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 الله عليك المالك. ترى ترى المسرح يبغوه بعد البرنامج يبغوه. احنا نبغاه كمان يا اخي. يا جماعه يا جماعه والله ما يصير والله ما يصير. لازم نوصل صوتك انا والله العظيم. وصل صوتك يا جماعه. صوتك واضح والله يا عباس. قولوا قولوا صوتك. نطلع المسرح نشقلب مثلا نلبس ملابس مهرجين. ايش المشكله؟ ليش 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 يا اخي ما حد يدق علينا يا اخي؟ ما في اتصالات يا اخي. ما حد يدق علينا ولا حد يختار مسكر. يمكن جوال مسكر. يعني ايش معنى جوال مسكر يوم يتصلوا على هنا هنا هنا؟ شوفوا يا جماعه هذا الآن رسالة سناب لأبو شنب. يا شنب شوفوا حل الموضوع هذا صراحة. طفح الكيل خلاص ما عاد نقدر نتحمل يا جماعة. ما حد يختار يا أخي. احنا من يوم ما بدينا مسابقة يمكن مرتين ولا ثلاث مرات اختارونا والإجابة يعني خطأ. أنتم معترضين على أبو شنب؟ احنا معترضين صراحة على نظام المسابقة. ما لنا ذنب. ما حد اختارنا يا جماعة الخير. ليه 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 اختارونا؟ أنا صح ماني موديل ما عندي شو اسمه كذا بس عيب. يعني أنتم الآن معترضين على أبو شنب. معترضين على إيش؟ على إنه الناس ما اتصلوا؟ لا ما احنا معترضين على حاجه. اقول لا لا اتصلوا اتصلوا. طيب اول شيء الناس ما اتصلت يعني ما حد سال عننا يعني ما حد درى عننا. هذه واحده. اثنين نظام المسابقه يا جماعه الخير يعني واحد ياخذ 700 نقطه وفي نفس صفر. اقول يعني لك شيء اكتساح. النظام منافسه. الذيب ما يهرول عبث. الذيب ما يهرول عبث. وان شاء الله احنا ذيابه وانتم ما شاء الله قدها. وانا اتوقع وعندي كذا حدث وفول وتميز حلو انكم تاخذ الاول. عديته تاخذ الاول. ابراهيم لو اخذت الاول الرياضيه في 100 لو اخذت الاول. اخذت الاول ايش تعطوا؟ ايش تعطوني انا وابراهيم النقيب؟ بعد من عندك نسبه ان شاء الله. طيب نشوف. سوي كذا معنا. مين سوي كذا عشان ايش يطلعوا لنا؟ يطلعوا لنا ابو شنب. سوي كذا شباب. هنا هنا طلعونا ابو شنب. هنا هنا على هذا القزاز. على القزاز. ايوه طلعونا ابو شنب. ورا ابو شنب. ابو شنب. ابو شنب. ابو شنب. شنب. ابو شنب. ابو شنب. ابو شنب. ابو شنب. ابو شنب طلع لنا في الويندو. ايوه والله هذول يا ابو شنب الحبيب الهوساوي والحبيب المالكي عبد الله يقولوا انهم معترضين على فوازير وان المسابقه خطا في خطا وانهم زعلانين عليك وانت راس المشاكل كلها. يا شيخ والله ما في مشاكل الا من راسك انت وعباس. انقيب عبسه انت وفوازيركم اللي سببت لنا مشاكل. المشاكل اوجعت روسنا. المشاكل من انقيب وعبسه. من انقيب وعبسه على درار المجد. الان انا اترك لك الشباب تحقق معهم وانا جايك يا درار المجد الان. يا شيخ تعال تعال. انا اشهد انك رجال سنافي ذو لحيه غانمه. اسحبها هناك اسحبها هناك. ما عليك زود العلم. العلم ما جان اتصال يا شنب. يا شنب العلم يوصلك ويتعداك يا طويل العمر. قرب الموضوع قرب ما في. قرب 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 انت وياه. قرب شوي. وين بعد حلولات يا عصا المكنسه. فلك انت وياه. يا شنب الحين انا ما ادري الاسم النحس ولا الباطور. يا شنب الحين ما باقي الا يومين توكم تتكلمون وتعترضون. ان المشكله هذه اليومين ما حد اتصل. يا شنب ايش نسوي؟ يا شوف شوف يا عبد الله انت عمر ولا يهون خويكم الثالث اسامه. انا صراحه اليوم العصر اعجب تغريده عبد الله الرشيدي ومحمد المنيع قاعدين يكتبون بتويتر ويمدحون البرنامج ويمدحون الجمهور وانتم اللي وصلنا ما ادري وين ويقولون لا تنسونا فقره الفوازير. نفس الشيء سويناه. ايش نسوي؟ طيب شغالين ما في ما في معناته المشكله الخلل بالجمهور. لا محشوم الجمهور. لا الجمهور باكورة محشوم. الجمهور محشوم طالما صوت لنا في افلامنا. هذا دليل ان عندنا جمهور. هذا واحد بس. نعم. وسوينا رابطه مشجع. احنا عندنا رابطه مشجعين يا شنب. بس دقوا يعني بس اتصلوا يعني باكورة. ما يمسك ولا ايش النظام؟ ريحه الفوز ما شميناها حرام. شيء حرام يا شنب. حرام اللي ريحه الفوز فينا يا شنب. ريحة الفوز ولا ريحة فوز ولا حبة. ماشي ولا حبة. ما يمسك الخط يا شنب. يا شنب حرام. يا شنب اللي قاعد يصير فيه. اشقق ملابس. حرام يا شنب والله حرام. استهدف والله حرام اللي قاعد يصير. يرضيكم بالله. اتصلوا وشوفوا حل. طيب طيب خلوكم معنا نبي نناقش الموضوع ونبي ناخذ سبب المشكله بالهاشتاج. خلوكم هنا. خلوكم ابو رزيق لا تشوفك عيني. خليك عندها فابكاني وهاجم قلبي المكروم اشجاني في دهرة العمر إلا أن دهرك لا ترعى الشيوخ ولا يبني لصبياني
واحد اتصال يبكي معنا أنقيب وعبسة ودرار المجد خلف الكواليس. ايش رايكم بالشباب؟ وش المشكلة؟ الخلل وين الخلل؟ يرعى الشيوخ.